السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا يا اخوان عشاق الطيور الدجاج الزينة اللي بحب الدجاج، اليوم رايحين نصور لكم دجاج حلو اشي مرتب من الزينة. طبعا كمان شوي ببلش الموسم يا اخوان، ببلش في اول الربيع بشهر 2 البيض، ببلش التكاثر. عشاق الطيور، اتمنى انه هذا الفيديو يعجبكم. طبعا الناس يا اخوان بتحب اشي حمام، اشي دجاج، اشي ارانب، اشي غنم، اشي نعاج، لكن اشي حياية زي بحب الحياية مثلا، لكن انا بحب كل شي ربي، لكن قليل جدا تلاقي حدا بربي حياية. يعني في ناس بيجوا عندي بقول لي يا زلمة أنا عارف عنك الناس بتربي طيور تربي حياية، يا أخي أنا بعشق الحياية. المهم يا أخوان بس نوصل الآن نصور لكم الطيور الجميلة جدا. وطبعا يا أخوان بالنسبة للمونتاج أنا بطلت أعمل هان مونتاج، زمان بقوا يقولوا لي يا جمال منتج، حيرتوني والله تحيرت منتج الفيديوهات. لما سنا المنتج أنا كادر منتج يا أخوان، بس أنا بعرف شو متابعيني بيحبوا أكثرهم. يعني هلا شو صرنا نعمل، احنا بننزل الفيديوهات العادية العفوية زي ما انتم بتقولوا بدكم اياها، يعني بدون مونتاج على هاي القناة. لكن والله يا اخوان القناة ميتة، اقسم بالله ميتة عندي. موضوع القناة يا اخوان مش موضوع فيديوهات، موضوع انه كانت قناتي موقفين لي عليها الارباح، رجعت زي في عليها قيود بتحس. يا اخي اتمنى من شركة يوتيوب يفكوا هذا الشيء ويفهموا انه التقارير اللي ارتفعت فيه لاني مرضيت شبيع هاي الحارتي مقابل برج مسرطن. هذا الموضوع اقسم بالله تفهم. وانا اليوم اخوان بصراحة راي على التيك توك، يعني سنتين حارت دمرنا اخوان والله دمرنا. بدي احط لكم رابط التيك توك على قناتي على يوتيوب وعلى الوصف. طبعا احنا بنلعب بيجينا هدايا، يعني بيجينا شوية دخل نقدر نكمل نطعم الحياة والحيوانات ونقدم نروح نصيد ونحط بنزين. بصراحة يا اخوان انتوا بتعرفوا طول عمري انا بقدم بدون اي اشي. المهم لكن التيك توك يعني شوي ممكن يساعدنا ان شاء الله اذا بزبط. اللي بحب يشترك معي في التيك توك اهلا وسهلا فيه بنور. المهم الطيور يا اخوان جميلة جدا والله انا بحبها، بس المشكلة انا المكان عندي ما بسمح احط طيور حاليا. بدك مكان مرتب وحلو زي بدنا نروح نصور عنده عند حمزة ويكون خاص لحاله. عندي ما بقدر ما بزبط في المنطقة اللي انا فيها، لكن بنقدر نعمل محل، لكن برضو بدها يعني فضاء والشغل. هنا احنا في قرية خربثة اسمها يا اخوان خربثة المصباح غرب رام الله. السلام عليكم. هلا قضيت شو الاخبار؟ هلا ابو ابراهيم. السلام عليكم. يعطيك العافيه. هلا والله. السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. شو الاخبار؟ مرحبا شباب. شو هالحلو هذا؟ شو اخباركم؟ الحمد لله تمام. ما شاء الله ما شاء الله. يا ابو ابراهيم شو ابراهيم تعال تفضل. مش انا ضاوي في جوا ضاوي عند الدجاج هذي مع اضاءه حلوه عند هذا محمود. صورة حلوة حلوة في التحديات.
ابعد 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 من ورا الباب يا جاد. دستور 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 ابعد ابعد يا جاد ابعد. ايوه بتكون بتصور على الاخوة ما شاء الله براهم مش مرفوض هذول اللي حاسوا طيب هذا البراهم الابيض والبني مجنن اللون الدجاج الاندونيسي. هذا لحمه اسود تخيلوا اخوان سبحان الله ابيض عظمه اسود ولحمه اسود تخيلوا كل اشي فيه اسود وبقولوا عنه انه مفيد للصحة كثير طبعا البيض طبعه برضه مفيد وفيتاميناته تختلف عن الدجاج العادي هذا دجاج وايندد الدنيا ليلة الصبح بتكوكي اخوان البولوني الفرنسي حلو وجميل شوفوا ما احلاه سبحان الله
الراهب البلجيكي. هذا الراهب البلجيكي طبعا هذا عندنا نادر، شوفوا كيف سبحان الله كيف شكله، كيف مغطى اسود وجميل. شوفوا كيف بيجي حلو شكل جريه وقفته، ركزوا كيف سبحان الله. هذا البراهما المرسم اللون جميل، الضخامة برضو ضخمة. دجاج ألماني اسمه ترونجيل، من نوع ترونجيل، هذا الاسم تبعه ألماني. هلا أبو إبراهيم. هلا 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 بالشباب، ما شاء الله حديقة مرتبة، دجاج زينة مرتبة.